بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. كالعادة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، حلقة ما قبل مباراة أو ليلة مباراة السوبر الإفريقي، النادي الأهلي ونادي الرجاء إن شاء الله بكرة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. مباراة هتقام على استاد أحمد بن علي بقطر بنادي بالريان، ولقب إفريقي جديد إن شاء الله إن شاء الله، وبطولة قارية جديدة بيسعى إليها النادي الأهلي. الجهاز الفني أيضا بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بيسعى إلى هذه البطولة. الحمد لله والشكر لله، روح المعنوية زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما كنا بننقل لحضراتكم كل ما يخص كواليس رحلة النادي الأهلي منذ أن بدأ النادي الأهلي في الوصول إلى مطار الدوحة وحتى الآن، كل ما كان يحدث ابتداء من يوم الجمعة الساعة 4 منذ أن انطلقت الطائرة إلى الدوحة وحتى الآن، كل ما كان يحدث خلال هذه الأيام كان موجود على شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. فحضراتكم عارفين، حضراتكم عايشين مع البعثة، وزي ما دايما متعودين وزي ما دايما بقول لحضراتكم اللي مسموح لينا ان احنا ننقله بننقله دايما. النهاردة هتلاقوا الدنيا هادية، الدنيا الكل مركز في المباراة. يمكن أول امبارح وقبلها بكام يوم البعثة كانت بعض اللاعبين بيهزروا، بعض اللعيبة بيطلعوا من الضغط اللي عندهم. بنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل دائما أثناء جولات اللاعبين والتحركات بتاعت اللاعبين جوه الفندق وبره الفندق في الملعب شوية، بنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل. ولكن في النهاية النهاردة طول اليوم زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا هادية شوية، بنحاول نهدي الدنيا على قد ما نقدر حوالين كل اللاعبين، لأنه بكرة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم بطولة هامة جدا، الكل على قلب رجل واحد، الكل عايز حاجة واحدة فقط وهي إسعاد جمهور النادي الأهلي.